أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصر شعبنا العراقي وباقي شعوب العالم بالخير والصلاح. للعراق كما لله ورسوله تصعد الكلمات إلى السماء تتلألأ صبح مساء، أما الكلام في رحيله يعجز عن الكلام. نرثيه كما رثى والده الشيخ عبد الكريم رحمه الله. غاب عن أنظار أرباب الوفا مرشد من أهل بيت المصطفى، سيد عن سيد عن سيد، كلهم حازوا العلا والشرف. رحل الشيخ وقد أورثنا لوعة في قلبنا وأسفا. رحل الشيخ نعم لكنه أسدا خلف ثم انصرف. واليوم نرثي رحيل السيد الشيخ السلطان الخليفة محمد المحمد الكسنزان الحسيني مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية الذي توفي في 4 تموز من العام الحالي عن عمر ناهز 82 عاما. يا صاحب الجان جود نظركم علي. ولد الشيخ محمد عام 1938 في ناحية سنغاو في محافظة السليمانية. سيئت حالة الشيخ الصحية قبل وفاته فنقل إلى أمريكا للعلاج، فيما ينتظر عودة جثمانه بمرافقة ابنه الأكبر الشيخ نهرو، الذي أوصى الشيخ محمد بأن يخلفه نهرو في قيادة الطريقة القادرية في كسنزان، كما له ابن آخر وهو غاندي النائب في البرلمان العراقي. أنا مسجد وهب يا أسد جيت قصة يرتفع نسب السيد الشيخ محمد الكسنزان الحسيني إلى الدوحة النبوية الشريفة. أما طريقة القادرية فهي طريق القرآن الكريم ونهج الرسول وأهل بيته وأصحابه الكرام، أي الطريق المستقيم الذي ذكره الله في سورة فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. يدعو الشيخ محمد الكسنزان الناس جميعا إلى توحيد الله وعبادته والرجوع إليه من خلال محاضراته اليومية ومن خلال مرشدي الطريقة الكسنزانية المنتشرين في جميع أنحاء العالم. للشيخ الفقيد إنجازات كثيرة وكبيرة من كتب ومشروعات دينية وعلمية، ومنها تأسيسه كلية الشيخ محمد الكسنزان الجامعة، وهو بلا شك إنجاز يظهر مدى تفاعل الشيخ مع متطلبات العصر الذي يعيش فيه وتفاعله معه بالوسائل العصرية التي تناسبه. إنجازه أيضا لتقويم إسلامي رائد وهو التقويم المحمدي، وفيه أطروحة علمية دقيقة في الحسابات مستندة إلى علم الفلك، ويؤرخ الأحداث نسبة لولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. في اللحظة التي يحل فيها الغياب تبقى الروح تبتهل إلى ربها بالدعاء والذكر، والعين تفيض على مناقب الشيخ الراحل دمع المحبة والوفاء. تبكي كردستان حزنا اليوم، ويبكي العراق والعالم العربي والإسلامي على رحيل قامة من قامات رجال الدين وناشري رسائل السماحة والإنسانية والمحبة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.